أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور محمد غنيم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بحياة المواطنين وتغييرها نحو الأفضل من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية المختلفة في العديد من المجالات. وأضاف غنيم أن معرض المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنتدى أتاح الفرصة للمشاركين به من دول العالم للتعرف على ما تم خلال المبادرة. احنا هنبدأ نشتغل كدولة على بناء الإنسان المصري. فبناء الإنسان المصري ليست بالشعارات، لا، سيادة الرئيس من خلال مبادرة 100 مليون صحة، القضاء على فيروس سي، الكشف المبكر على الأمراض، إن هو بدأ يهتم بالمواطن المصري في مجال الصحة، في مجال التعليم، وأيضا في توفير بيئة مناسبة لنشأته من خلال القضاء على العشوائيات، تطوير القرى الأكثر فقرا. فمشروع حياة كريمة فعلا كان ليه الحق ان يبقى موجود في منتدى الشباب العالم في نسخته الرابعة. يمكن احنا في متحف حياة كريمة، جميع دول العالم وجميع الوفود المشاركة بتتعرف عليه. ايضا يمكن احنا في ورشة التكنولوجيا والتحول الرقمي حطينا من توصياتنا عمل مكتبة رقمية خاصة بحياة كريمة.